راه حاجة عادية، راه القضية راه واقفة، ماشي علينا حنا الطاكسي، راه تقريبا كل شيء واقف، ما عنده الحركة مع هاد الغلا وسميتو، بنادم راه وقف راه ما قال ما يدير مع هاد الغلا في الأضحية، الغلا في المواد الغذائية، الغلا بارتو فيما قلتي حطيت يديك كل شيء غالي، ومن سال الله يحسن في العون، راه كل شيء مضرور. كيفاش ديروا مع هاد الليمات عليه؟ واش غنديروا؟ راه القضية واقفة، راه حنا واقفين، جيتي الدور خاوي، المازوت راه غالي، تقريبا راه مزيدة عندنا 10 دراهم في لترو، 10 دراهم في لترو تعطيك تقريبا مزيدة عندنا واحد 150 حتى 170 درهم في النهار. إيوا اش غنخرجوا نكملوا من جيوبنا؟ احنا واقفين، تشوف الحركة راه واقفة. يعني تبقاو كما تقولوا أنتم تتكاليو تيجيو الكليان وتتهزوهم، ما تبقاوش تخش الدور. الدور خاوي، لأن غادي غادي بيترونس ديال المازوت، شحال غادي أنت ب 600 ريال؟ وتتمشي ب 450 ريال ديال المازوت ولا 300 ريال ديال المازوت، شحال يبقى عليك؟ فينا هو الكريمة؟ فينا هي لاسورونس؟ اش غتاكل أنت؟ راه والو، راه حنا ما لقيناش البديل وصافي، الطريق والطريق ما لقيناش البديل. شحال تقريبا تاع الفلوس زدتوا على فاش زاد المازوت بالنسبة لكم أنتم؟ شحال تاع الفلوس زدتوا بالنسبة للمازوت؟ وراه قلت لك زدنا حنايا 10 دراهم في اللتر، يوم حنا تنديروا تقريبا 15 لتر في النهار، نزيد عندنا 17000 فرنك في النهار زايد عندنا، هذاك اللي كنا تندوا وليداتنا دا المازوت. يلا الا خرجت لك واحد 60 درهم ولا 70 درهم، وتصور انت تبدا مع 5 الصباح حتى 9 الليل ب 70 درهم، هذا كاين شي واحد غادي يخدم بها؟ وخدمه ديال الشاقه كاع النهار وانت بالكوسان، مرضي مع الكليان، مرضي مع البوليس، مرضي مع الطريق، 70 درهم كي تروح انت لدارك ب 70 درهم. لا والو، الله يجعل البركه وصافي، الله سبحانه وتعالى راه حنا صابرين وصافي. ما كما قلت لك ما لقيناش البديل. لحد الساعه الان باقي ما توصلنا بولا، توصلنا بالاولى والثانيه والثالثه والرابعه، باقيين الان السائق كنا كنتسناو وكان كيتمناو باش ياخذوها قبل العيد، ولكن الناس راه صابرين دابا، قال لك يمكن قبل العيد من بعد العيد، ودابا راه باقي الان ما توصلنا بوالو. والسائقين كلهم لا سائقين ولا مالين اصحاب الرخص ولا اصحاب المستغلين، راه كلهم خداو الدعم، حتى السائقين تما راه خداو الدعم، يعني راه ما كاينش مشكل في الدعم، لا مشاكل وهذا، راه ما كاين حتى شي مشكل، راه السائقين اكثريه فيهم خداو الدعم ديالهم، واللي كنتمناو من الحكومه، هذه الحكومه باش يسربوا لنا الدعم هذا الرابعه، لان حنا راه حنا واقفين عليها، والمازوت راه مشكله ديال المازوت، لان حنا دابا عندنا واحد 100 درهم زيد عندنا في المازوت، هما حاسبين، دابا الحكومه حاسبه، لان دارينا 70 درهم في النار، 70 درهم وحنا حنا راه زايدين واحد 20 درهم تقريبا، واحد 100 درهم زايد علينا. المهم كيعاونوك بهذيك 70 درهم في النار، المهم شويه كنتغلبوا شويه على هذا، واللي كنتمناو باش يزيدوا شويه في الدعم، راه غير كافي الدعم، راه غير كافي. يعني بالنسبه لكم الدعم اللي تدير الحكومه ماشي كافي بالنسبه غير كافي، بالنسبه غير كافي. 70 درهم ما كافياش، كيعطيونا 70 درهم في النار 70، وحنا كاين السائقين اللي كيدير تقريبا 300 درهم. كان كيدير 150 درهم ولا كيدير 300 درهم 250 درهم، يعني زايده واحد 100 120 درهم عليه في النهار، هما كيعطوك 70 درهم، يعني راه ضايعين بزاف، والله يدير شي تاوين وصافي. نتمناو من الحكومه باش تزيد شويه في الدعم، وديما الشيفور كيف هو، ينقصوا لنا شويه من المازوط الى ممكن، لان الشيء راه واحد الوقت غادي يجي بنادم غادي يزيدو.